سعيد مراسلنا الجميل وزميل العزيز محمد سعيد من ملعب التتش. محمد سعيد اهلا بيك. تحياتي ليك يا كابتن ميدو وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. اخبارك ايه؟ كله تمام. كله عايز اطمنك على الفرقه يعني. يلا طمن الجماهير كلها. الفرقه مخلصه اول تدريب ليها في التتش بعد العوده من معسكر كرواتيا. الجهاز الفني اكتملت الصوره بالنسبه له خلاص، كل اللاعبين متواجدين معاه في التدريبات في ظل ان كان فيه ثلاثه لاعبين ما قدروش ان هم يتواجدوا في معسكر الفريق في اوروبا. النهارده تواجد مروان محسن في المراني الجماعي ومع الجهاز الفني، يمكن ده اول تدريب لمروان محسن مع الجهاز الفني بعد العوده من كاس العالم. ايضا انضم النهارده سليماني كوليبالي احد الوجوه المنضمه للنادي الاهلي في خط الدفاع، كان متواجد النهارده في التدريبات الجماعيه وشارك مع الفريق. ايضا باصه اللاعب الجنوب افريقي كان متواجد، كل اللعيبه النهارده كانت موجوده، وليد ازارو النهارده كان موجود في التدريب. كل بلا استثناء شارك فيما عدا باسم علي اللي لسه بيواصل تدريباته التاهيليه في هذه اللحظات، والنهارده كان اول مره لعمرو بركات بعد ما بلاش سليماني كوليبالي دي يا سعيد. انت لسه فاكر سليماني كوليبالي؟ سليف كوليبالي، ما هو اسم كوليبالي سليف كوليبالي. ماشي يا معلم اتفضل. بس فبشكل عام يعني نقدر نقول لك الفريق الحمد لله يعني بيواصل التعديلات للفتره القادمه. بكره في مباراه وديه مهمه للجهاز الفني هتكون الساعه 5 على ملعب التتش، وان شاء الله يوم الجمعه باذن الله في تدريب صباحي، ومن السبت بقى معسكر مغلق لفريق النادي الاهلي في برج العرب استعدادا لمواجهه تاون شيب. يعني محمد طبعا طرف في المباراه الوديه اعتقد نجوم المستقبل. فريق نجوم المستقبل احدث الفرق المنضمه والصاعده للدوري الممتاز خلال الفتره القادمه، هو اللي هيكون طرف المباراه الوديه مع فريق النادي الاهلي، واللي الجهاز الفني فكر في تدريب بكره ومباراه وديه بكره بشكل مختلف، ان هو هيبقى في تدريب صباحي لعدد من اللاعبين اللي مش هيكونوا موجودين في المباراه الوديه، والاستعداد من خلال اللاعبين المقيدين في افريقيا هيكونوا موجودين في المباراه الوديه في المساء. تمام. يعني اهم نقاط المباراه محمد كده بايجاز، نقاط التدريب اسف. نقاط التدريب بشكل عام يعني عايز اطمنك ان كل اللعيبه شاركت في التدريبات، كانت في جلسه مهمه جدا من كارتيرون مع وليد ازارو قبل التدريب. كارتيرون متواجد مع اللعيبه بشكل جيد جدا، بيتكلم مع اللعيبه بلا استثناء. النهارده شفنا كل اللعيبه موجوده في التمرين في تركيز اكتر على المجموعه اللي مقيده في القائمه الافريقيه. النهارده بعد قدم مؤمن زكريا اصبحت القائمه الافريقيه 27 لاعب، فبالتالي هناك تركيز على المجموعه المقيده في القائمه الافريقيه، وان كان هناك في مؤشرات ان الراجل بشكل كبير استقر على التشكيله والمجموعه اللي هتكون معاه في المباراه، في ظل ان في نهايه التدريب كان في عرض اخر من اللاعبين رغم ان هم مقيدين في القائمه الافريقيه، لكن كان في يعني تدريب بدني لزياده معدل اللياقه البدنيه بالنسبه لهم في ظل ان هم كانوا مثلا تعرضوا لاصابات او ابتعدوا عن التدريبات الجماعيه خلال الفتره الاخيره. تمام. لكن بشكل عام هي مباراه بكره واللي هتكون مهمه للجهاز الفني هيضع فيها الشكل الخاص بفريق النادي الاهلي. في نقطه مهمه تفضل. وانا بتكلم عن استعداد الاهلي لمباراه تاون شيب، عايز اقول لك فريق تاون شيب عشان يصل لبرج العرب ويستعد لمواجهه الاهلي هيقطع مسافه 18 ساعه سفر. هنشوف بقى يوم المباراه هل رحله السفر بالنسبه لفريق تاون شيب هتاثر عليه بدنيا. هم المفروض ينزلوا امتى يا محمد؟ المفروض هم هيوصلوا باذن الله على يوم الجمعه او السبت على اقصى تقدير. كنت بتكلم مع كابتن سمير عدل منذ يعني من لحظات بسيطه، قال لي انا هتواصل معاهم ومجرد ما يصلوا برج العرب هكون معاهم خلال ال 48 ساعه القادمه. لان فريق تاون شيب هيقطع مسافه كبيره، هيجي من جوهانسبرج الى دبي ومن دبي الى القاهره، فقطعوا مسافه كبيره يعني اعتقد ممكن تؤثر عليهم بشكل كبير اذا كانت هم او اذا كان هيوصلوا قبل المباراه ب 48 ساعه او 72 ساعه. ده الافارقه ممكن يجوا جري يا محمد خلي بالك. ما انا عايز اقول لك على نقطه مهمه. اتفضل. هو هناك هم هناك كمان يعني عندهم مشكله في الفتره الحاليه عشان يقدروا ياخدوا طريق السفر الى القاهره. في مشكله في موضوع التنقلات من القاهره الى بوتسوانا، لازم تسافر الى جوهانسبرج ومن جوهانسبرج الى جاباروني عاصمه بوتسوانا. تمام. لازم تاخد الخطوط الاثيوبيه او تتواجد في اديس ابابا كترانزيت. بالنسبه لسفر فريق تاون شيب لمصر مسافه الوقت كانت هتبقى بالنسبه لهم اكثر، وهم شافوا ان معدل ال 18 ساعه يعتبر اقل معدل سفر بالنسبه لهم، فيسافروا من جاباروني الى جوهانسبرج ومن جوهانسبرج الى دبي، وبعد كده يطلعوا مسافه من دبي الى القاهره او الى برج العرب مباشره حسب مواعيد رحلات الطيران. لكن تمام. الفريق يعني الحمد لله بيستعد بشكل جيد، الجهاز الفني متفائل بالفتره القادمه، ولو كانه طبعا يعني قدر الامكان في جلسات كثيره وفي كلام كثير مع اللعيبه في المرحله الحاليه، والنهارده كان في محاضره كمان قبل التمرين بيشوفوا بعض الهايلايتس لفريق تاون شيب البتسوانا. يعني محمد تعالى اسالك السؤال اللي الجماهير كلها بتساله دلوقتي، او السؤال اللي انا حاسس ان هم عايزين يسالوه لمحمد سعيد، هل تعتقد ان مستر باتريس كالتيرون ممكن يشارك وليد ازارو في المباراه القادمه من عدمه؟
ده هيتحدث في المعسكر المغلق، لان النهارده في المران هو كان متواجد في التقسيمه الجماعيه، يمكن خلال معسكر كرواتيا يعني ما كانش في تمام حلو، ما كانش في اللعيبه اللي بتزود بدنيا. لا لا ما كانش اللعيبه بتزود بدنيا تمام. وده اللي واضح بشكل كبير هيبان اكتر في معسكر برج العرب قبل الماتش بثلاث ايام. لان بس هي في نقطه ايجابيه، لما كان في كرواتيا في وقت يعني انتقاله للدور الصيني او احتماليه انتقاله للدور الصيني كان بيؤدي تدريبات فرديه، وجوده النهارده في التدريبات الجماعيه وفي التقسيمه الجماعيه اللي اتعملت للاعبين المقيدين في القائمه الافريقيه ادى مؤشر ان وليد هيكون في الحسابات. لكن معسكر برج العرب هو اللي هيحدد، لما خلاص معدل الوقت او الايام بتمضي وبيتقرب من ميعاد المباراه بتبلك الصوره اكتر واكتر، وبتشوف من خلال التدريبات والتقسيمه مين اللعيب اللي هيكون في التشكيله او اللعيب اللي خارج الحسابات. فمعسكر برج العرب رغم انه معسكر مغلق، الجهاز الفني على فكره هيقفل المعسكر بشكل كبير لانه عايز يركز قوي في الثلاث ايام على اللعيبه، وعايز مهتم جدا بالمباراه لان شايف المباراتين دول مش البطوله الافريقيه بس، لا ده بدايه الثقه بالنسبه للموسم بشكل عام. لا ده مباراتين ليهم تاثير كبير جدا من كل النواحي، تاثير على مشوارك بشكل عام سواء بطوله افريقيا او حتى في انطلاقتك في بطوله الدوري العام. كوليبالي كان في اي الفريقين، اللي بيزودوا بدنيا ولا اللي في التقسيمه؟ لا تاريخ كوليبالي كان في التقسيمه. في التقسيمه شكله ايه يا سعيد؟ بيفكرني بايفيلينو، فاكر طول ايفيلينو لما كان متواجد في صفوف الاهلي، لما كان هو احد اللاعبين القادمين من بترو اتليتيكو الانجولي، كان لاعب طويل بيصل طوله حوالي متر و92 او 93 سم. لاعب طويل بدنيا ممتاز جدا، وحتى الاسترتشات اللي بتتعمل فك العضلات اللي بعد التمرين كان كارتيرون بشكل شخصي كان بيعمل استرتشات لتاليف كوليبالي. هو عارفه اتعامل معاه قبل كده كمدرب، اتعامل معاه طبعا وكان متواجد معاه في الدوري الامريكي. لكن وجوده في المران بحاله بدنيه مرتفعه ودخوله في التقسيمه الجماعيه مباشره، واصلا كمان خلال الاربع ايام اللي فاتوا لما تم التعاقد معاه بشكل رسمي كان يؤدي تدريبات مع حسين عبد الدائم اللي كان متواجد مع الفريق هنا في القاهره ما سافرش. تمام. فبالتالي لا كان في جاهزيه ليه، وهيبان اكثر القصه بالنسبه للتشكيله والقائمه، لان برضه انت موضوع قيد كوليبالي متوقف على موضوع انتقال اي من اللاعبين الاجانب خلال الفتره القادمه. اكيد اكيد. الان اصبح عندك خمس لاعبين اجانب، فهنشوف خلال الساعات القادمه الموقف، لان في ظل لسه باقي ثلاث لعيبه انت القيد الافريقي مستمر لخمسه ثمانيه، فهيبقى لسه العنصر الوقت مهم بالنسبه لك، هتقدر تتعامل مع الايام القادمه بشكل جيد. وجبنا كمان لعيب اطول من شريف اكرامي كمان يا سعيد، عشان شريف بقى مش كل شويه انا الاطول في الفرقه، انا الاطول في الفرقه. لا واطول لاعب في التتش بصراحه تاليف كوليبالي يعني لا يمكن. وعايز اقول لك في لقطه يمكن هتعجبك في التمرين لما تشوفها، سعد سمير في بدايه التمرين حب ياخد صوره تذكاريه مع باقا ومع جونيور اجاييه ومع تاليف كوليبالي. يعني محمد اتفضل. يعني عايز اقول لك لا يعني اللاعب تاليف كوليبالي دخل في الاجواء بسرعه، في نقطه مميزه داخل صفوف الفريق ان بعض اللاعبين بيحاولوا يعني يساعدوا اي لاعب جاي جديد. اكيد يا محمد يعني، وان شاء الله ان شاء الله يكون اضافه قويه جدا للفريق زي ما هم معودينا. محمد سعيد زميل عزيز شكرا جدا على هذه التغطيه. نطلع فاصل ونرجع نتواصل مع ضيفنا الكريم الاستاذ علي المسعود.